مستمرين مع سوبرو ليبرون مشاهدينا وكل محبي السيارات السوبر رياضيه. كمان اليوم موعد مهم مع سوبرو دبليو ار اكس، السياره الرائعه جدا والشهيره طبعا بالشركه اليابانيه. معنا مستر جيف مرات نضوي اكثر على السياره الحلوه. هاي جيف. هاي جو، شلون لك؟ نحن بالاكثر. مبروك كمان من لك مره جديده. ميرسي. اليوم السياره عن جد كشكل بتاخذ نقاط كثير عاليه، كبرفورمانس كمان نقاط كثير عاليه. شو بدنا ندوي بعد؟ يعني في كتير قصص لازم نحكيها بهالوقت القصير. رح نترك بداية حديث لك، تخبرنا شوي عن WRX بشكل عام. أكيد WRX اللي هي تابعة لشركة سوبارو اللي 100% يابانية. هالWRX اللي هي معروفة أكثر شيء بقوتها، بس اليوم بحب دوي على شغلتين كتير أساسيات. إنه سوبارو عندها 5 stars بالسيفتي على كل موديلاتها، يعني صار عنا قوة وعنا أمان، وبنفس الوقت كمان عندك هال سيارة كتير إليجنت، حتشوفها كمان من برا ومن جوا. صح، فولي لودد، من السيارات القليلة جدا اللي هي سوبر رياضية بنفس الوقت عم تحكي سوبر لودد، يعني فولي لودد، يعني عندنا كل الأوبشنز بنشوفه من السيارات الفخمة موجودين بهالدبليو ار اكس 100%. مشان هيك سوبارو دبليو ار اكس صارت سيارة اليوم تنسق يوميا، فيك تروح فيها على الشغل. والأحلى من هيك إنه السوبارو بالإجمال خصوصا الدبليو ار اكس والاس تي اي عندهم 4 اكزوست هلا بتشوفهم من ورا، بس فيري سايلنت. نعم. يعني خرج تنسيق بطريقة يومية مع عائلتك مع أصحابك، تروح مشاوير بعيدة فيها، وبنفس الوقت حتستلذ بالسواقة أنت وعم بتسوقها. طبعا أكيد حنستلذ بسواقتها بطبيعة الحال، بس تعرف بعد شوي نحكي performance أكتر معك جيف مع هالشكل الرائع. وعم نحكي كنت على 4 اكزوست المبينين عم نشوفهم حاليا على كاميرا من الناحية الخلفية. خلينا ننتقل معك للداخل نشوف هالأوبشنز الكتار الموجودين بهالسيارة الرائعة اللي معنا اليوم بالستوديو. رح نبلش حديثنا من داخل الـ WRX من سوبرو الحلوة كتير مع الهدف ديسبلاي المهمة اللي فيها معلومات عن السيارة، رح نعرف أكثر منك جيف. مزبوط، هالهدف ديسبلاي اللي كبروها اللي صار تقريباً 5 إنش بقلب السوبرو WRX، عندك كذا فيتشر كتير مهمة. عادة زبونات السوبرو WRX بيحبوا يزيدوا أدونز مثل بوست جيج اللي صارت أنكاستري بقلب التابلو حتى يكونوا يشوفوا البيك بوست تبع التيربو. نعم. نفس الوقت هيدي الديسبلاي كمان تعطيك الفيول افشنسي كمان، لانه سوبرو دبليو ار اكس فيها مصروف بنزين كتير 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 حلو. يعني نحكي بالسيارة سوبر رياضيه مع مصروف بنزين رائع، يعني هذه كومبينيشن قليل نشوفها 100%. نعم. عندك كمان مثل ما مبين هال 8 انش سوبرو سكرين اللي هي سوبرو ستار لينك اللي فيها كمان اكيد ابل كار بلاي واندرويد اوتو، اكيد اوريجينال من الشركه. كل شيء فيتشرز كان مبين، الكيلس، كل هالفيتشرز الموجودين بالفولون اللي اكيد جلد مع كراسي جلد والريد ستيتشز الموجودين. يعني عم نقول اليوم سياره فخمه، سياره لوكس، مش بس كمان سياره رياضيه، يعني مع الاوبشنز الكتار اللي عم نحكي عنهم. كمان عنا فتحه بالسقف، سمارت انتري. نعم. الكرسي الشوفير على الكهرباء مع لامبر سبورت كمان، يعني everything it's سوبرو WRX fully loaded مثل ما انك شايف. رح ننتقل من بعد ما حكينا عن الداخل، ابرز الاوبشنز طبعا الموجودين بداخل السياره، نوصل لاهم بارت هو البرفورمانس. صرنا نحكي performance الدبليو ار اكس، واكيد بدنا نعرف قوه السياره. نحكي اهم شيء سيفتي، لانه السياره فيها انظمه سلامه كثير كثير مهمه، هذا الموضوع دائما بتركز عليه سوبر وجيف. مزبوط، غير هالسيفتي ال 5 ستارز بالسيفتي والايرباكس وكل الانظمه الالكترونيه، سوبرو دبليو ار اكس فيها فيتشرز كتير مهمين للثبات. اولا التراكشن اللي هي سيمتريكال اول ويل درايف اللي عم بيعطوك هاللذه انت وعم بتسوقها، مدعومه من سيستم الاكتف فيكتورينج، تكون انت وعم بتسوق السوبرو دبليو ار اكس تقدر تستلز بسواقتها ان كان بطريقه اذا حدا بيحب يسرق او حتى بطريقه امنه. مع البوكسر انجن المعروفه فيه السوبرو اللي بيعطيك هالسنتر اوف جرافيتي، لو سنتر اوف جرافيتي يعني وزن واطي، وحتى البوكسر يعني بالنص اوريزونتال حتى يكون عندك هاللذه بالسواقه. نعم. والبالانس انت خاصة على الكورنرز 100%. السوبرو دبليو ار اكس الموجوده معنا في منها فيتاس وفي منها اوتوماتيك، اكيد اوتوماتيك، بس منه هالاوتوماتيك هو سبورتس اوتوماتيك ترانسميشن اللي في منه 680 وبيتحول بنفس الوقت ل 880 بالمود سبور شا. ماني فيتاس مع البادل شيفتر. مزبوط، مع بادل شيفترز. نعم. بيعطوا الموتور 2.0 بوكسر دايركت انجكشن تيربو الدي اي تي،
عم بيولد 268 حصان. حلوين كثير. كثير حلوين. مع هالستابيليتي. نعم. اتس اكسبيرينس لازم الواحد يجربها حتى يعرف عن شو عم نحكي. طيب حنوصل معك هلا للديل، واكيد في سمر ديل كمان موجود اليوم بصوره، نشوف كمان شو هو على ال WRX ونعرف سعر السياره. من بعد هالمعلومات الكتير اللي اخذناها من جيف عن سوبرو WRX، صار وقت نعرف سعر السياره. بس دائما ريكاب سريع جدا معك جيف لدي الوقت. سوبرو WRX 100% يابانيه، 5 نجوم بالامان، 268 حصان، اوتوماتيك 880 فولي لودد. مثل ما شفنا الفرش الجلد كل شيء فتحة سقف، عم بيكون حقها 44900. وعم نعمل بالوقت الحاضر سمر ديل، عم نهدي التسجيل على السبورتس، سيارات السبورتس تبع السوبارو، من بيناتهم السوبارو دبليو ار اكس. تسجيل فور فري، تسجيل مجاني. حلو. على السوبارو دبليو ار اكس عم نوفر منيح يعني من هالناحيه، عم نجيب سياره جديده سبور يعني تسجيلها بكون شوي عالي، عم نوفرها بمجرد ما عم نشتري سيارات سوبر رياضيه، ووحده منهم دبليو ار اكس من سوبارو. وين بنلاقي اليوم سياره سريعه بلبنان؟ اكيد بتلاقوها بكل فروعاتنا والوكلاء المنتشرين بكل لبنان. فينا نبلش من الشمال لجنوب، من طرابلس لكسبة، جونيه، زلقه، نهر الموت، بيروت الصيفي، واكيد ما بدنا ننسى فرعنا بعقلين وبصيدا. يعني منتشرين بكل المناطق اللبنانيه. انا بشكرك جيف على وجودك معنا بليك حلقات مقبله. بكره تابعونا مع سياره جديده دائما اوتوفوكس على MTV. الى اللقاء.